I wanna be the very best that no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause. I will travel across the land, searching for. منتجات كرياتين. تعمل منتجات كرياتين على زيادة رفع قدرة الجسم على الأداء وتزيد اختزال السوائل والبروتين في العضلة. ويجب الفهم جيدا أنه لابد من شرب مياه كثيرة أثناء استخدام الكرياتين بما لا يقل عن 10 أكواب يوميا من الماء. ويتساءل الكثير عن أنواع الكرياتين وهي الكرياتين مونوهيدرات، ويتم استخدام 5 جرامات من 4 إلى 5 مرات يوميا لمدة لا تقل عن 4 أيام ولا تزيد عن 5 أيام، وبعدها يتم استخدامه مرتين إلى غاية 21 يوما، ثم يتم إيقافه لفترة ثم يعود لاستخدامه مرة أخرى بنفس النمط. ثانيا، كرياتين إيثيل إستر. يفضل استخدامه حسب التعليمات الموجودة خلف العلبة. ثالثا، كرياتين معقد التركيب. ويفضل استخدامه حسب التعليمات الموجودة خلف العلبة أيضا. شكرا لكم متابعين الأوفياء لمشاهدة هذا الفيديو. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك تشجيعا لنا من أجل